كيبغيونا وحنا معاكم ديما، والناس اللي حماقوا علينا وحماقوا علينا وكيبغيونا من القلب، حتى حنا كنبغيو لهم غيرهم من القلب، كيبغيو لينا الخير وحنا كذلك كنبغيو لهم الخير. الله يحفظهم لينا والله يخليهم لينا. والناس اللي ما كيبغيوناش الله يخصهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حنا ما دايرين لهم والو، بعاد عليهم وهما تابعينا وكيتشفاو فيا وكيضحكوا عليا، وتا المرض ولا الانسان كيتشفى فيه. الله يستر. وعين ماشي هادشي غير دوك التعاليق اللي في الفيديوهات، يعني كيعيطوا لينا ويعيرونا ويستفزونا ويكتبوا لنا الميساجات في المكالمه العاديه، لان سعيد كان مازال دابا مابقاش كيحط الرقم ديالو، كان في الاول كيحط الرقم، كيكون الانسان اللي بغى يتواصل معايا اللي بغى شي حاجه بغى يسولو، كاين الناس كانوا كيبغيو يسولو على بزاف الحوايج كيتواصلوا معاه. المهم ما علينا، ماشي موضوعنا هذا. انا بقاو حاضرين، انا ما عندي ما يدار، راه نتوما تهضروا عليا وانا ندير عليكم فيديوهات، انا ما عندي ما يدار، انا بقاو مقابليني، انا ما عندكم ما تصوروا مني، انا ما نخليش داك السم اللي كتطلقوا فيا، ما نخليش بقلبي وما تنخرجوا. انا كيما راني مريضه وكنت مريضه وكنت عندي دابا نفسانيه، والله يعطيكم حالتي، انا ما عمرني دعيت عليكم وما كنبغيش ندعي عليكم. الله يعطيكم حالتي اللي كيتشفى فيا واللي كيدير، الله يعطي حالتي، الله يعطيكم حالتي. الحمد لله المرض ديال الله وابتلاء من الله والموم المصاب، حنا هادشي راضي بيه الحمد لله. حنا دايرين، انا دايره هاد القناه راه ماشي الربح، راه ما كاينش باش تعرفوا، حيت قال لها فلوس اليوتيوب باش دارت الدار وباش دارت هادي، راه ما كاينش الربح. فلوس اليوتيوب بغيتهم ليكم، ولا كتاب الفلوس اللي كنشد انا بغيتهم ليكم. الدار الحمد لله شريناها بعد كتافنا الحمد لله، مشيناش بفلوس اليوتيوب. راكم كتشوفوا المشاهده اللي عندنا، وانتم متابعينا في القناه وبغيتوا القناه غتطلع، عمرها ما غتطلع. واش بنادم اللي تابعك وحاضيك انت ما قناتك طالعه ما والو، بنادم علاش غتبعونا؟ علاش عندك هنا كانت القناه طالعه بنادم متابعك؟ المشكله تابعك وما كاين حتى شي حاجه، حاضرنا على الناس اللي كيبغيونا واللي كيواقفين معانا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله يعطيكم حالتي، الله يعطيكم حالتي، الا بغيتو الله يعطيها لي. انا معاونه راسي بالدياب، انا هادشي ما كنعمرني ما كنبغيش نبقى نهضر عليه في اليوتيوب، ولكن نتوما كتخرجونا على الشعور. الانسان كيقول لك في المرض هو كيتشفاو فيه، راه مريضه تعرفوا هذا اكتيمي، كتعرفوا ديال اش هو، الناس اللي فيهم الاعصاب والاكتئاب راه يعرفوا ديال اش هو. يعطيك حالتي ان شاء الله، ما تلقاش باش تداوى، انا لقيت باش نداوى الحمد لله. ها كيف هاد الدواء هو كناخذوها، كيف هاد الدواء هو كناخذوها، شي كوجي ديال الاكتئاب وكل شيء. وانا ما كن راكم عارفين الانسان كيكون مريض نفساني اكتئاب، يعني ما كيبغيش يسمع شي حاجه خايبه، ما كاينش حاجه اللي كضر، كتبقى تحرق فيه، وانا ما نخليهاش تحرق فيه، خصني نقولها. هذا هو تا هو، هذا هو تا هو، هانتوما كتشوف الحمد لله. وهذا الدواء ديال القده الحمد لله، حنا هادشي كلشي كنقول الحمد لله، حنا ما قانطينش من رحمه الله، هادشي كلشي كنقول الحمد لله، هادشي بغى ليا الله الحمد لله. انا راضيه بيه، كنقول انا احسن من بزاف الناس، الحمد لله اللي كنفيق ونوض وكنكابر وندير هاد القناه باش تونس بها، والناس اللي كيبغيوني هما معمره بها خاطر. انا عام هادي ولا كثر عمري مشتي حتى ريال، اللي نتوما تابعيني في اليوتيوب الله يعطيكم التابعه في صحتكم. انا ما كنبغيش ندعي عليكم، ولكن نتوما قجرتوا عليا بزاف اللي كتقولوا راه كطلب، كنطلب اسيدي عندك المالية. تحية الناس اوروبا كيعاونوني، عندك شي فين عندك انت المشكل؟ فين عندكم نتوما المشكل؟ غيعطيوني ومازال غتكسكس قلبية، ومازال غيعطيوني ومازال غيجوني الكوليات وكلشي غتشوفوا بعينيكم ان شاء الله باذن الله. لا بغى الله بجهد الله، الله اللي كيرزق. راه الناس اللي كيعطيوك يقولك حنا سبب، الله اللي كيرزق، ماشي العبد اللي كيرزق، العبد كيبقى سبب. وكنرزق بيديكم نتوما المسمومين والحقادين، عام الله كون قطعتو علينا. اوكي الحمد لله، الله يعطيكم حالتي. انا نحيدو نتوما تلبسو ان شاء الله. كيفما كتشوفونا ضاحكين واحد شويه وهادي، راه حنا كنبغيو نديرو ديك الطاقه الايجابيه، كتقولوا هادو راه ما عرفت شنو. الحمد لله، واش مستخسرين فينا واحد شويه الفرحه؟ هذيك السكينه اللي خديناها ما درنا شي حاجه، وتعايروا فينا وتسبقوا فينا. راكم عرفتوا سعيد ظروفه، راه مسكين كيضحك غير من فوق، واش واحد اللي محروم من ولادو محروم من بلادو، ضاع عليه فلوس وضاع عليه كلشي، ربي كيعوضو فشي حاجه اللي بسيطه، ربي مسكين الله راه كيشوف فينا الحمد لله، ربي كيجبر بخاطرو ودار الدويره الحمد لله. يا ربي تدخل علينا بالصحه والسلامه، وباقي ما كملناهاش وانتوما تعايروا فينا وتسبقوا فينا، شوفوا تعرفوا. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق.
انا ما كنتش كنبغي نخرج ندعي عليكم وما كنبغيش، ولكن نتوما كتخليني غادي نخرج. انا ما نخليش ديك السم اللي فيا اللي طقتو فيا ما نخليش فيا خرج. عانتوما تعيروني ولا ندير عليكم فيديوهات هكا تاخذوا السيئات وتزيدوا تكملوا السيئات. علاش فيزيه الناس ما عرفتش فين وصلوا؟ عباد الله باقي شي تحقد على شي وشي حاضي شي وشي حضي شي حاجه اخرى من غيرنا. حنا ما حنا ما عندك ما تحضي فينا، حنا غادي غادي نجنبوا الحياه ما عندكم ما تحضيو عندنا حنا والو. بنادم ولا كيتشفافك حتى على المرض، الانسان المرض اللي عاطيه الله سبحانه وتعالى بنادم كيتشفافك فيه. المرض اللي عطى لينا الله الحمد لله، حنا حمد الله وشاكرينه كيتشفاف في بنادم. واش نشتينا اخويا دير على الله وكنطلب في اليوتيوب عم تشري؟ الحمد لله حنا كنقول لك حنا خدامين برزقنا الحمد لله، واللي بغى يعطينا شي حاجه كيعطي لنا بخاطر الحمد لله. الله سبحانه وتعالى اللي كيسخر لنا داك الناس. ماما انا كنخرج داكشي اللي عندي باش ما باش يحيد مني داك الاكتئاب وداك المرض. الله يعطيهم حالتي اللي كيتشفاو فينا، الله يعطيهم حالتنا صافي فينا ديك الفرحه شويه، ديك الفرحه المسكين سعيد في فرحه واحد شويه اللي ربي كيعاونك والحمد لله. راه سعيد الظروف راه الحمد لله الحمد لله على كل حال. سامي بعيد على بلادو على ولادو تخدا خدا يعني راكم عارفين الناس اللي كيتابعونا راكم عارفين الحمد لله. هو صبر وربي كيجازي الحمد لله الحمد لله. ما كنت لهم حتى شي واحد حتى شي حاجه، الناس كيعطيونا طيبه خاطرهم الله يحفظهم لينا الله يخليهم لينا. وشو سبحان الله كاين الناس اللي هما كيخمو لك ناس كيخمو لك يقولوا كانت اموره كبروا المحل ديروا هادي. الناس اللي كيقولوا لنا الخير تحيه لهم من هذا الفيديو الله يحفظهم لينا الله يخليهم لينا ودعوا معاهم. اي واحد وانتم اللي كتقولوا الناس اوروبا اوروبا مسكره كيدير الناس الجاليه هما مغربين وكيعاونوا الناس اللي في البلاد وكيديروا الخير. انتوما تحبسوا الخير على عباد الله. انتوما حيت الله يستر مكاري كتعرضوا على الناس بحالكم الله يحفظ السلامة. الحقيقة ديك تنصور في الدار ولكن مع سعيد تجي شي حاجة من خرج تخرج بشي حاجة للمحل اضطريت نصور في الحانوت نخرج داكشي اللي عندي. دابا كنحس براسي ارتاحيت كنخرج داكشي اللي كاين الحمد لله كنرتاح. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله كل واحد اللي كيظلمني اللي كياخذ اللي كيظلمني وكيتحدى عليا وانا بعيده عليه وانا ما كنعرفهم. الله اعلم واش كيعرفوني، الله اعلمهم انا ما كنعرفهمش وكيتحداو عليا وكيعيروني. مش حنا كنرفضوا التعاليق ولا كنرفضوا الانتقادات. ايوا الانسان كيسبك وكيشتمك هذا راه ما كيبقاش انتقاد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يعطيهم حالتي.